بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. توتنهام هوتسبير بيواصل نتائجه السيئه بعد الخساره امام ولفرهامبتون وندرز 2-0. ولفرهامبتون بيقدر ان هو يكسب توتنهام هوتسبير علشان خاطر يخلي توتنهام هوتسبير مستمر في النتائج السلبيه بعد الخساره من ساوثهامبتون 3-2. بيجي النهارده يخسر 2-0 علشان خاطر توتنهام هوتسبير يخش تاني في نفس المعضله اللي هو كان فيها ويلاقي نفسه فجاه في المركز الثامن. في ماتشات مؤجله، ولو كسب المؤجلات دي هيرجع تاني لفكره المركز الخامس وصراع الاربع مراكز المؤهلين لدوري الابطال. بس احنا جايين نتكلم على مباراه النهارده ولفرهامبتون وندرز. لما اقول لك الهدفين بتاع ولفرهامبتون وندرز جم من عمق ملعب توتنهام هوتسبير وفي الستة ياردة، فاحنا محتاجين نتكلم كتير. لان معلش، لو انت عايز تكمل بالتلاتة 4-2-1 بتاعتك دي، وعايز تحط بنتانكور اللي انت جايبه من يوفنتوس واللي انت عرفت بصراحة هتعمل ماركاتو محترم، اللي هو تجيب كولوفسكي وتجيب معاه بنتانكور، شابوه بصراحة. اللعيبة دول وجود انطونيو كونتي في توتنهام هوتسبير ما اعتقدش ان هم كانوا فكروا يجوا توتنهام هوتسبير. كويس جدا انك بديت تبني وبديت ان انت تشتغل صح، بس معلش ما يقعدش دكه لبنتانكور هولبرج ما ينفعش يقعد دكه ساعتك، وهاري وينكس يقعد دكه مفيش اي مشكله، انما هولبرج لا. هولبرج عنده ادوار دفاعيه مميزه، ادوار هجوميه بعافيه شويه، بس دفاعيا هو افضل بكتير جدا من لعيب زي بنتانكور، وافضل بكتير من هاري وينكس. فلما تقرر ان انت تضحي بهولبرج النهارده، فلا محتاجين نتكلم كتير، خصوصا ان احنا زي ما اتكلمنا كده الهدفين جم من الست ياردة، وكان في واحد فيهم اللي هو الهدف الاول خبط في بنتانكور ورد، لا الهدف الثاني هو اللي خبط في بنتانكور وخبط في العارضه وردت للمهاجم بتاع ولفرهامبتون وندرز قبل الهدف الاول اللي هو برده من الست ياردة، بس رؤول خيمينيز خدها على صدره وحطها بكل هدوء. بسم الله ما شاء الله، خط دفاعك سيء، روميرو عامل اداء كويس تمام، بن ديفيس ما بيعرفش يدافع، لما كان بيلعب باك ما كانش بيعرف يدافع، فطبيعي جدا لما يكون موجود في الخط الخلفي مش هيعرف يدافع برضه. دافيسو سانشيز صعب انك تراهن عليه اساسا ان هو يعمل له 3 4 ماتشات كويسين، ده لعيب مرووش ممكن يعمل لك ماتش عالي جدا والماتش التاني بعديه يغرقك ويلبسك المباراه، وقد كان. هوجو لوريس برضه شرحه نفس القصه بالنسبه لهم وراهم، يعني انت عندك حارس مرمى وعندك 2 من اللي بيلعبوا 3 تحت ممكن يغرقوك في اي لحظه، فخط دفاع توتنهام هوتسبير سيء، مش ده خط الدفاع اللي هتبني عليه فكره انك توصل لدوري ابطال اوروبا، معاك بس مش معاك خالص انك تقعد لعيب كان بيقفل لك العمق الدفاعي وهو هولبرج. تمام عايز تضحي بيه علشان ما عندوش ادوار هجوميه، بس اقفل دفاعك الاول بعد كده فكر تهاجم. انما مش تلبس اهداف وبعد كده لما الكوره تبقى معاك في رجل لعيبتك ما تعرفش ان انت تهاجم، ليه؟ لان انت عندك مشاكل، عندك مشاكل في مات دوهيرتي وعندك مشاكل في ريان سيجنسون، انه مش هم دول الاثنين الهافات او الاثنين الباكات اللي هيلعبوا قدام الثلاثه وادوارهم الهجوميه هتكون طاغيه جدا وهيفرقوا معاك. لان زي ما كنا بنتكلم في 3-4-2-1 بتاع تشيلسي كانت نقطه قوتها في من شيرويل وفريج جيمس او ماركوس الونسو وريج جيمس، الاثنين الباكات اللي بيزيدوا. انت دلوقتي عندك مشكله، مات دوهيرتي ما بيعرفش يعملها، عنده مشاكل كتير في الادوار الهجوميه، واحد على واحد بعافيه شويه، فينش بعافيه شويتين. رايان سيجنسون برضو نفس القصه، بالعكس يمكن يكون لعيب زي رجلون افضل منه بمراحل، عارف انك بتجرب وعارف انك معاك كريدت لحد نهايه الموسم، بس انت وصلت لمرحله انك فعلا بقيت بتنافس على التوب فور، فلما تيجي تعمل تغييرات غريبه محتاجين نقف شويه ومحتاجين ان احنا نتحاسب ونتعادل شويه. تمام الشق الهجومي يا عم، ما عندكش دلوقتي غير سون وعندك لوكاس مورا وهاري كين، وانت رحت جبت معاهم كولوفسكي وستيفن برجوين موجود معاك من زمان، بس لا معلش يعني انت معاك الكره ملط ما عندكش حاجه خالص. سبت ديلي الي في داهيه ديلي الي، بس عايزين نعرف برضو يعني مين عندك ممكن يحل المشاكل الدفاعيه بالنسبه للفرق المنافسه، يعني مين عندك اللي هو ممكن يخلق مشاكل دفاعيه للفرق المنافسه؟ ايميرسون ريال اللي انت نزلته في الدقيقه 82، لا على الله حكايته ايميرسون ريال ده اساسا. كلوفسكي نزل بدري قوي بس ما قدرش ان هو يحل اي حاجه. ستيفن برجوين نزل برده ما قدرش ان هو يحل اي حاجه. كانش عندك غير سيرجيو جرون وروندون وطبعا بير هولبرج. اعتقد ان انا عايز اعرف فين، عايز اعرف بصراحه يعني فين لوسيلسيو، يعني ممكن تكون بعت انت لوسيلسيو وانا ما اعرفش، بس لوسيلسيو كان هيفرق معاك جدا. ممكن تكون بعت تانجن دومبلي بس برضه كان هيفرق معاك جدا. يعني هل بنتانكور هو فكره الرهان اللي انت مراهن عليه ان هو ده اللي هيخلق لك قوه في نص الملعب في الشكل الهجومي؟ مش عارف، لو ده الرهان يبقى ربنا يستر لحد نهايه الموسم، لان واضح ان الوضع الحالي بتاع توتنهام هوتسبير الوضع بالنسبه لنهايه الموسم هيكون معقد، ولا اتوقع بالشكل والمنظر واللعيب المتاح في توتنهام هوتسبير حاليا انك تعرف توصل اساسا يوروبا ليج.
توتنهام بيخسر خساره مستحقه، لان توتنهام مهما كان معاه الكوره ومهما كان بيحاول يضيع على ولفرهامبتون وندرز ما كانش هيعرف يسجل، وناس كتير من مشجعين توتنهام كان عندهم يقين ان سبيرز مش هيسجل حتى لو قعد يلعب لحد بكره الصبح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو اعمل سبسكرايب عادي مش مشكله، او اشطب في الكومنتات، اقول اي راي معلش، اقول اي حاجه.